الموقف الحالي لا يتغير، وهو من ديدن المواطن الكويتي الذي يفزع لكل قضية عربية منذ تاريخه، بالرغم من حرارة الجو وبالرغم من المعوقات وبالرغم من قرار وزارة الداخلية عدم التجمع، إلا أن التجمع هذه المرة كان أكثف وأكثر كثافة من تجمع المرة اللي فاتت. الناس مصرة على عدالة القضية ومصرة على دعم الشارع ومصرة أن الفلسطينيين في الداخل يدفعون دمائهم، وأن أقل ما ندفعه إحنا أن وقفة افتراضية أو وقفة احتجاجية مثل هذا. دكتور أحمد الخطيب حضوره يعني حضوره محسوس حتى لو لم يتواجد. والله الحمد لله صحته كويسة، وأنا الصبح كنت معه، هو صحته جيدة ويلتقي بينا ويدعم حتى بعدم حضوره، هو حاضر في هذه الفعاليات حتى لو لم يكن موجود، هو داعم ويتمنى لو كان يقدر يحضر، ظروفه الصحية تمنع. بعدين هذا إرث الدكتور أحمد الخطيب، ما نمارسه الآن هو من إرث الدكتور أحمد الخطيب اللي علمنا أن النضال الوطني ليس له حدود، وحدوده لا تقتصر فقط على جغرافيا الكويت، وإنما تمتد إلى العالم العربي كله. ولأن هذا اليقين عندنا وورثناه من تيارات ومن وطنيين مثل الدكتور أحمد الخطيب وعبد الله النيباري وغيرهم، نحن هنا لأن فعلا ورثنا هذا الشعور.